أهلا بكم في أمود شانل. اليوم أنا الآن متوجه إلى كاريفور عشان أعمل تسوق. أتمنى إن شاء الله الفلوج يعجبكم. دي بداية الرحلة بتاعتي في القطار أو المترو، اللي في قطار وفي مترو، الاتنين موجودين، بيكونوا في محطة واحدة تقريبا. ونبدأ معا. من افضل مراكز التسوق في ساو باولو هو المينيسيبال ماركت اوف ساو باولو، وفي عندنا شوبينج جي كي ايكوتيم، وفي عندنا ليبرتادي ستريت ماركت اللي هو هصور لكم دايما فيه، كنت صورت فيه الهالوين بعدد فيديوهات هناك، وفي عندنا شوبينج سيدادي جارديم، وايضا البريشا بنديتو، وفي انستيتيوت تومي اوهاتاكي. طبعا انتوا عارفين ساو باولو مليئه باليابانيين والاخواننا من الصين، متعدده في ساو باولو الفئه الاسيويه من الصين ومن اليابان، وبتحصل او بتلاقي منتجات كتيره جدا يابانيه وصينيه. في بعد كده في جاليري اوفروك، ده حاجه جميله جدا، مول ضخم وحاجه رائعه، وفي شوبينج باتيو هينج بوليس، وعندنا شوبينج فيلا اولمبيا، وشوبينج اناليا فرانكو، وبعد ذلك في اللي هو شوبينج فينشي سينكو او 25 دي ميركادو، ده مشهور جدا جدا جدا، بيكون فيه بضاعات الملابس والاحذيه، وبيكون قريب من سانتا بونيتو، محطه سانتا بونيتو. وفي شوبينج سيدادي ساو باولو، وجارديم بامبلونا شوبينج، وكونجنتو ناسيونال، وبعد ذلك شوبينج مورومبيا تاون، والفيرا كانتوتا. الفيرا هي السوق اللي هو بيتم نصبه مثلا كل يوم اثنين او يوم احد او حسب الموعد، بس بيكون مثلا في فيرا للأغذية، في فيرا للملابس وغير ذلك. تمام، كل منطقة في البرازيل في ساو باولو بالتحديد فيها فيرا، يعني مثلا هتلاقي فيرا في ليبردادي، هتلاقي فيرا في جواناسيس، هتلاقي فيرا في برايس وهكذا. أتمنى أكون أفدتكم بالمعلومات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشكرا وتابعونا عشان الحلقة نبدأها إن شاء الله في كاريفور. هنخش كاريفور دلوقتي. اهلا بكم وسهلا في امود شانل. هبتدي اصور، اتمنى التصوير يعجبكم. سنلقي نظرة الآن على بعض الأفران في هذا الفرن دوت من شركة فيلكو. زي ما انتم شايفين فتحته هو عبارة عن حمالة واحدة من جوه أو شلف واحد أو رف واحد. تمام، ده عليه عرض، سعره ممتاز جدا، عاملينه 439 أو 440 بالظبط مع الضريبة مع كل حاجة، 46 لتر. في واحد تاني دوت ب 729 زي ما انتم شايفين السعر. تمام، من شركة فيلكو أيضا. ده مايكروويف، المايكروويف سعره شوية بهذا، حسيت إنه أعلى من الأفران.
ودي طبعا الخلاطات زي ما انتم شايفين 229، وبقية الأسعار باينة أمامكم 189. ده عليه عرض ممتاز جدا من شركة فيليبس، وجنبه طحانة بتاعة العجين ب299 أو 300 ريال. طبعا كاريفور صراحة من لفي في البرازيل والمولات والمحلات من أرخص الأماكن اللي تقدر تشتري منها منتجات كهربائية أو حتى منتجات غذائية الأرخص، بجانب إن فيه أسواق كبيرة خاصة بالجملة برضو أسعارها كويسة جدا. ده زي ما انتم شايفين كده الفيديو شارح أكتر ما أتكلم، حتى ده متعددة الاستخدامات زي ما انتم شايفين. دي بتحط البصل من فوق أو الطماطم، بتنزل لك عبارة عن حلقات، صراحة ميزة ممتازة شغال أنا بيها في طبخي في البيت. وفي حاجات تانية، في مراوح، وادي ده مايكرويف ب500 ريال، ده سعره زي ما واضح أمامكم. وفي دي قلاية زيت، قلاية بطاطس. نتابع الجولة مع بعض. بحاول أنقل لكم الأوضاع أو الأسعار داخل، بحاول أنقل لكم الأسعار داخل البرازيل بقدر المستطاع. وأديكم شايفين أدي طحانة، وده كيت كامل، خلاط مع طحانة مع عصارة من شركة بريتانيا. دي منتج ممتاز صراحة، وعامل عروض كويسة جدا ومنافس جامد في السوق. ودي برضو عروض كتيرة جدا على الخلاطات، سعر 149 أو 150 ريال. صراحة المنتجات دي فعلا طويلة الأمد وبتعيش، وفي قطع غيار متوفرة كل حاجة فيها في الأسواق، أسواق الجملة والأسواق الخاصة زي برايس في ساو باولو، تقدر تحصل قطع الغيار دي كلها، لأن نزلت عملت جولة كاملة وفعلا وجدت إن المنتجات دي كلها تقدر تشتريها قطع غيار بما فيهم الشفشة، الدورة، أي حاجة بتبوظ منك أو بتخرب أو شيء بيتلف بتقدر تبدله عادي خالص، وسعر كويس جدا، أسعار مش غالية فيها. ولكن شراء الأثاث في البرازيل صراحة لقيت إن أسعاره كتير عالية، ما بعرفش ليه الطريقة، ولكن فعلا أسعار تقيلة. وبحاول على قدر المستطاع إن أنا هنقل لكم الأسعار داخل البرازيل، علشان اللي جاي جديد أو حابب يستفيد يبتدي يشوف الأسعار ويشوف المنتجات ويحاول يقرر البادجت بتاعه هيبقى عامل إزاي. عصارة برتقان، عصارة برتقان، ده سعر المية والمشروبات الغازية، البيبسي كولا، وادي عرض على كوكا كولا مع الفانتا ب12 ريال. والأسعار زي ما انتم شايفين عروض دايما في الحتة اللي هي الأولى دي، ويطلع ودي أسعار الموبايلات ما أقولكوش، يعني أسعارها كتير غالية صراحة، الضرايب عندهم عالية قوي والجمارك والكلام ده، فبتطلع أسعار التليفونات والحاجات دي غالية، وده السبب يعني. غير عندنا في الشرق الأوسط شوية يعني أسعارها صراحة أقل، أنا لما قارنت الأسعار لقيت الأسعار كتير. تمام، الأسعار بالنسبة لأمريكا اللاتينية بالنسبة للبرازيل تعتبر مرتفعة جدا 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 مقارنة بالأرجنتين، مقارنة بالبيرو مثلا بحكم وجودي هناك فترة. صراحة الجمارك والضرائب
الاتنين عاليين جدا، وكنت بتفق مع الناس في علي بابا، في شركة علي بابا الخاصة بتسويق المنتجات، وأبلغوني بالموضوع ده إن التخليص الجمركي صعب جدا في البرازيل، والأسعار بتطلع جمارك عالية جدا، فبيرفضوا جدا إن هما يوصلوا، والشحن بيبقى سعره عالي قوي، ففي مشاكل كتيرة بتحصل في الموضوع ده، فده بيؤدي لغلاء الأسعار بالطريقة دي. خلينا نكمل الجولة بتاعتنا، بس كنت حابب أضيف نقطة، ليه الأسعار غالية والارتفاع والغلاء الشديد قوي ده بالنسبة للأجهزة الكهربائية اللي هي الموبايلات المحمول وغيره وغيره التي لا تصنع في البرازيل تقريبا؟ يعني حابب أضيف معلومة مهمة جدا بالنسبة للعوائل الخمس وست أفراد وطالع، الأحسن لهم طبعا إن هم يروحوا في عايشين ومقيمين في ساو باولو، يروحوا المركادو أو السوبر ماركت الجراندي الكبير اللي موجود في ساو باولو، في محطة لوز سانتا هوز، سانتا هوزي أو هو سانتا هوزي، شارع سانتا هوزي. هناك الأسعار بتكون كويسة جدا، الأسعار رخيصة، أسعار جملة، بتاخد باللفة بالكرتونة بالشكارة بالشوال بال10 كيلو بال5 كيلو، السعر بيقف عليك مختلف تماما، مثلا 5 كيلو من الفلفل الكوبي مثلا بيقف عليك في حدود ال8 لل10 ريال، حاجة ممتازة، في حين إن أنت لو رحت اشتريته من الماركت العادي سعره بيكون في حدود الكيلو 15 و14 ريال، فرق ضخم جدا جدا جدا، وده اللي أنا ملاحظه. الأسعار في البرازيل مختلفة تماما ما بين الأسواق الجملة أو الأوتاكادو والأسعار محلات الميركادو العادية السوبر ماركتات. فدي نصيحة للمقادمين الجدد اللي عايزين يكملوا في البرازيل، واللي عايشين أو اللي هم عدد أفرادهم أكتر من 3 أو 4 أو 5 أو 6 أفراد، فده هيوفر معاهم كتير جدا، ينزلوا يشتروا الأغراض بالأسبوع، وده هيكون شيء ممتاز جدا جدا. بالنسبة للأجهزة الكهربائية أيضا موجودة، وأدوات المطبخ موجودة في محطة برايس مشهورة جدا لأي حد موجود في ساو باولو، بينزل في الأسواق اللي في برايس في آخر في يعني وأنت جاي في الكنيسة اللي موجودة في البراسة آخر الشارع دوت على اليمين، في عدة أسواق للجملة، بتشتري مثلا يقول لك المينيمم 100 ريال، المينيمم 200 ريال، المينيمم 300 ريال، تشتري منهم. وفي محلات بتبيع بالتجزئة بتبقى أسعار برضو مختلفة نوعا ما، مثلا لو حاجة بخمستاشر ريال بتلاقيها مثلا كقطاع أو جزء، يعني هتشتريها قطعة واحدة أو قطعتين بتعمل لك 20 ريال أو 18 ريال، في مقارنة لما أنت تشتريها من محلات عادية في الأسواق العادية خالص. أدي حاجة. الحاجة التانية اللي كنت حابب أتكلم عليها، الدفع كاش يختلف عن دفع بالفيزا كارد. الفيزا كارد بيبقى عليه 3 أو 5% تقريبا من سعر المبلغ، فأنصح اللي هينزل يشتري دايما يبقى معاه كاش عشان يوفر، لأن لو هيشتري بالكميات هيطلع عليك مثلا 10 ريال، 20 ريال زيادة، 30 ريال زيادة، تقدر تشتري بيها منتج آخر. يعني ده للناس اللي حابة تقتصد أو يكون الدخل بتاعها محدود. في ناس برضو بتحب تدفع بالبطاقة أو الكارتون، دي حاجة راجعة لهم، وهي أمان نوعا ما ضد السرقات والكلام دوت في البرازيل، أو ضياع المال يسقط منك سهوا أو خلافه. بتمنى يا رب ان المعلومات اللي انا بضيفها تكون عجبتكم، ودايما ادعمونا واتفرجوا على المحتويات اللي بنقدمها في قناة امو تشانل، ولو في اقتراحات منكم بتقدروا تكتبوها في الكومنتات، وبكون سعيد جدا جدا من الناس اللي بتعلق وعاملين شورتس كتيرة جدا لحياتي، الفلوجز بتاعتي اليومية في البيت او في الشارع، برضه تقدر تفوت عليه، هي متعلقة شوية بالتجوال في الشارع، متعلقة شوية بالكلاب، أنا من هواة الكلاب جدا جدا، البيت بول بالذات. فبتمنى يا رب إن المحتوى يكون عاجبكم، والمحتوى والأشياء اللي بقدمها تكون تنال رضاكم وتحوز إعجابكم. أي استفسار حابب تضيفه أو تسأل عنه، ما تترددش إنك تتواصل معايا، وهكون سعيد جدا بإن أنا أقدم كل معلومة تفيد كل شخص. وأهلا بكم في البرازيل وفي ساو باولو بالتحديد. فلنكمل، حابب أضيف معلومة مهمة جدا بالنسبة للعوائل اللي 5 و6 أفراد وطالع، الأحسن لهم طبعا إن هم يروحوا في عايشين ومقيمين في ساو باولو، يروحوا المركادو أو السوبر ماركت الجراندي الكبير اللي موجود في ساو باولو، في محطة لوز سانتا هوزي أو هو سانتا هوزي، شارع سانتا هوزي. هناك الأسعار بتكون كويسة جدا، الأسعار رخيصة، أسعار جملة، بتاخد باللفة بالكرتونة بالشكارة بالشوال بال10 كيلو بال5 كيلو، السعر بيقف عليك مختلف تماما،
مثلا 5 كيلو من الفلفل الكوبي مثلا يقف عليك في حدود 8 ل 10 ريال، حاجة ممتازة، في حين ان انت لو رحت اشتريته من الماركاتو العادي سعره بيكون في حدود الكيلو 15 و14 ريال، فرق ضخم جدا جدا جدا. وده اللي انا ملاحظه، الاسعار في البرازيل مختلفة تماما ما بين الاسواق الجملة او الاتاكادو والاسعار محلات الماركاتو العادية السوبر ماركتات. فدي نصيحة للمقادمين الجدد اللي عايزين يكملوا في البرازيل واللي عايشين او اللي هم عند افرادهم اكتر من 3 او 4 او 5 او 6 افراد، فده هيوفر معهم كتير جدا، ينزلوا يشتروا الاغراض بالاسبوع، وده هيكون شيء ممتاز جدا جدا. بالنسبة للاجهزة الكهربائية ايضا موجودة، وادوات المطبخ موجودة في محطة برايس مشهورة جدا لاي حد موجود في ساو باولو، بينزل في الاسواق اللي في برايس في اخر في يعني وانت جاي في الكنيسة اللي موجودة في البراسة اخر الشارع دوت على اليمين، في عدة اسواق للجملة بتشتري، مثلا يقول لك المينيمم 100 ريال، المينيمم 200 ريال، المينيمم 300 ريال تشتري منهم. وفي محلات بتبيع بالتجزئة بتبقى اسعار برضو مختلفة نوعا ما، مثلا لو حاجة ب 15 ريال بتلاقيها مثلا كقطع او جزء، يعني هتشتريها قطعة واحدة او قطعتين بتعمل لك 20 ريال او 18 ريال، في مقارنة لما انت تشتريها من محلات عادية في الاسواق العادية خالص. ادي حاجة. الحاجة التانية اللي كنت حابب اتكلم عليها، الدفع كاش يختلف عن دفع بالفيزا كارد. الفيزا كارد بيبقى عليه 3 او 5% تقريبا من سعر المبلغ، فانصح اللي هينزل يشتري دايما يبقى معاه كاش عشان يوفر، لان لو هيشتري بالكميات هيطلع عليك مثلا 10 ريال 20 ريال زياده 30 ريال زياده، تقدر تشتري بيها المنتج اخر. يعني ده للناس اللي حابه تقتصد او يكون الدخل بتاعها محدود. في ناس برضو بتحب تدفع بالبطاقه او الكارتون، دي حاجه راجعه لهم، وهي امان نوعا ما ضد السرقات والكلام دوت في البرازيل، او ضياع المال يسقط منك سهوا او خلافه. بتمنى يا رب ان المعلومات اللي انا بضيفها تكون عجبتكم، ودايما ادعمونا وفرجوا على المحتويات اللي بنقدمها في قناة امو تشانل، ولو في اقتراحات منكم بتقدروا تكتبوها في الكومنتات، وبكون سعيد جدا جدا من الناس اللي بتعلق وعاملين شورتس كتيرة جدا لحياتي، الفلوجز بتاعتي اليومية في البيت او في الشارع برضو تقدر تفوت عليها، هي متعلقة شوية بالتجوال في الشارع، متعلقة شوية بالكلاب، انا من هواة الكلاب جدا جدا، البيت بول بالذات. فبتمنى يا رب ان المحتوى يكون عاجبكم، والمحتوى والاشياء اللي بقدمها تكون تنال رضاكم وتحوز عجبكم. اي استفسار حابب تضيفه او تسأل عنه، ما تترددش انك تتواصل معايا، وحكون سعيد جدا بان انا اقدم كل معلومة تفيد كل شخص. وأهلا بكم في البرازيل وفي ساو باولو بالتحديد. فلنكمل الجولة.